هاي هاي، نحن رايحين اليوم على باريس وهلا وقتنا ما ناخذ بيدرس على السريع كثير لانه ان شاء الله نتاخر على القطار. الساعه 15:34 لسه في تقريبا شي 14 دقيقه ليمشي الجبل. وصلنا على الوقت على الدقيقة تماما. بس هلا رح نمشي، ما اكلنا، جبنا اكلاتنا معنا. بس شوف القطار شو خش عم بيقولوا طارق احلى من الطيارة. هون ما فيش كهرباء. مشي باي ستراسبورغ. ما لحقنا، انا بدي اكل، اعذروني يا جماعة. انا قررت انه ما عنده كثير بطاطا، انا رح اتصل بطلع منه. ويندوز اكس بي ها؟ والله مو طالعه ويندوز اكس بي. والله صحة منا. بامبوني يا مدلين. شو بدك؟ مي؟ سندويشة هوت دوغ؟ هيك بدها ساندرا هلا. تلبس فواشات وتاكل وتدخن وتسطح. ما في شيء ما عملتها. رح تعمل ايروبيك بعد شوي. رح تطبخ بامية بعد. والله شهيتني بعدين ما كبر البامية بس هلا اشتهيت. هيك شرب ماي شرب فواشات. يا الله ساندرا. هلا كمان اذا كنتوا جوعانين فيكم تشتروا اكل، هلا مو كثير طيب بس انه في اكل. عم تقول اذا جوعانين فيكم تجيبوا اكل، مو طيب بس في اكل. هات دوبلاج. 1 2 3 طبعا في اكل بس مو طيب. شفتوا الباليه طارق الراقص؟ شوفوا الفلوج تبع رجعتنا من لندن. شوفوا طارق الراقص. هيك منكون رح نوصل. صار قطار كتير ماشي على مهله هون، ما بعرف لسبب ما كمان كل العالم سكتوا. حاسس حالي كتير صوت عالي، صار صوتي فجأة كتير فضيحة. هاي، يعني صرنا بباريس. هي وصلنا على الترين ستيشن اللي هي اسمها بالفرنسي غار. والسفرة كانت كتير اريح من سفرة الطيارة. كتير اريح. كتير. هلا المفروض نحن مواعدين سري نشوفه هون. في منكم بيعرفوا لسري اللي كانوا معنا بالاي او اس تي؟ اشقراني شكله فرنجي. فرنجي شكله بس ما هو سوري قح يعني. يلا تعالوا نروح نشوفه. يلا. هاي
هاي سريع عم بدق لنا فنشوفنا ليكو منشار قصص شعرك قصص شعرك يا رجل أصلاً مؤصل؟ لا مؤصل بلا مؤصل هون هذا المنشار هذا المنشار هذا المنشار هنا طبعاً في كثير من الناس اللي عم تابعوا الفلوجز من الـ IOST رفقاتنا القدماء يعني مونا حداد موني مرحب موني شلونك ما؟ رواء جوعانة شي؟ ليك سمبوسك بوف هون لقطنا بالترين ستيشن فلافل وسمبوسك وحباشات من هذا القبيل فبنا نفترسهم صرنا بالأوبر هلا أوبر أي بنت. Vous avez de l'eau si vous voulez des petits bonbons n'hésitez pas dans les points. Merci. هاي. بيت رفيقنا. نحن ثلاثة بيت رفيقنا. هذا بيت رفيقنا توت. وهلا نحن رح نفرجيكم الفيو تبع توت الفيو الفظيع اللي عنده من على البلكون شوفوا جيد خذوا لكم نظره فوالا شايفين هاد مو هاد اللي جنبه وين جنبه ايوه لا لا بعدتي اللي جنبه شوي مو جنبه هاد اللي عم كركره هسه روقي روقي انت كنت هذا هاد اللي عم كركره هسه ايوه هاد برج ايفل باي مان نشوف أهله لطارق ولحتى ناخد المفتاح تبع الاستوديو تبعنا بدنا نقعد فيه شفتوا الابارتمنت اللي قاعدين فيها هلا هون بباريس كثير طويل كان اليوم كثير اطول من عمري وبكره بعتقد كمان رح يكون نهار طويل بس عنا كتير adventures رح ناخذكم معنا مثل عادة يلا هلا good night ونشوفكم بكرة باي good night